السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج أنا المبرمج المحترف لمشاريع ACP.NET. أول مشروع هنعمله النهاردة هو موقع إخباري بشكل متطور، في لوحة التحكم تقدر تضيف فيه أخبار، تقدر تحذف منه أخبار، تقدر تبحث عن أخبار قبل كده قديمة عشان تقدر تعمل فيه إيديت أو حذف. دي كلها في لوحة التحكم، قادر تغير ديزاين الموقع بتاعك، قادر فيه مستخدمين، وفي مزايا كتير قوي. طبعا الموقع ده فيه شغل كتير قوي، واتمنى ان شاء الله يعجبكم. ده على ACP.NET SQL سيرفر 2008 داتابيس. الحلقة دي الحلقة الأولى إن شاء الله، الحلقة الأولى بس دي هنتكلم على بنجهز بس الأدوات بتاعتنا، بس لازم تكون أنت معانا في الصورة وإحنا بنجهزها. اتفرج على الفيديو يعني مش طويل قوي يعني، بس لازم تكون درس الموضوع من البداية عشان تعرف تعمل المشروع بشكل جيد. طبعا أتمنى طبعا يعجبكم المشروع، طبعا ده يكون مرفق تحت الفيديو على اليوتيوب مع الأدوات مع كل حاجة، هتلاقيها كل مدينة إن شاء الله. تعالى بينا نشوف الدرس. السلام عليكم. طبعا إن شاء الله في هذه الحلقة الأولى طبعا إيه هنتعلم، عايز اقول لكم بس على حاجه، هنتعلم ازاي نعمل موقع وبرمجه، تصميم برمجه موقع اخباري. الحلقه الاولى دي بتسمى هنعمل تصميم اول حاجه قائمه منتدره اللي فيها اتصل بينا ومن نحن واخبار الرياضه واخبار الحاجات دي، وهنعمل تصميم موقع بالدريم ويفر، وبعدين هناخد عشان ناخد الكود بتاعه HTML ونحطه جوه الفيجوال ستوديو، وهنصمم طبعا صفحات موقع فيجوال ستوديو مع الربط مع دريم ويفر. الحلقة التانية إن شاء الله هنتكلم عن برمجة إدخال بيانات الأخبار في صفحات لوحة التحكم، والتالتة برمجة جلب بيانات من قاعدة بيانات ووضعها في صفحة رئيسية. الحلقة الرابعة هنتكلم عن توزيع أقسام الأخبار في صفحات الأخرى، والخامسة إظهار تفاصيل الخبر في صفحة تفاصيل الخبر، الستة برمجة صفحة تغيير تصميم الموقع، السابعة طور 7 و8 و9 كلها برمجة عن إنشاء مستخدمين وصلاحيات. طبعا في الموقع بتاعك أنت طبعا مينفعش تخلي كاريت موظف، الموظف ده بيدخل بالأخبار بس، ممكن تكريت موظف تاني ده بس يعمل ديزاين بتاع الموقع كله. دلوقتي هنفتح برنامج اسمه سوستين HTML، احنا جايبينه من الإنترنت ده عشان نصمم صف الزراير بتاعت الموقع. تفتحه طبعا ده بتختار التمبلت اللي انت عايزه، عايزين نجيب تمبلت مثلا الباك جراوند بتاعها لونها ابيض، اي مثلا تمبلت انت عايزه، هي دي عجباني اوي بصراحة، بس الباك جراوند بتاعها لونه دي كويسة شغالة اهي، ممكن تاخد اي قائمة منتدرة يعني تعجبك، دي حلوة جيدة. ممكن تاخد، عايزين لسه عايزين نشوف حاجة كويسة كده يعني، دي حلوة يعني. ده اللي طبعا كل الحاجات الزيادة، أي حاجات زيادات دلتها احنا محتاجين ايه، كام واحدة، ادي 1 2 3 4 5، محتاجين 5. هنعرف دلوقتي حل كل محتاجينه، مش دي محتاجين طبعا أول واحدة الصفحة الرئيسية أو الزرار للصفحة الرئيسية، نسميه هنا مثلا ايه الصفحة الرئيسية، ده اللينك ايه تحت. محتاج برضو كونتاكت أس هو اتصل بنا، ده اللينك بتاعها. محتاج برضو سبورت، ده مثلا ايه اخبار الرياضة اهو. محتاج برضو ايكونوميك اخبار الاقتصاد، محتاج برضو ارتس اخبار الفن، انت ممكن تزود زي انت ما عايزها، بس احنا عاملين الحاجات دي في شكل سيمبل عشان ما نطولش المنهج.
اروح عند جنرال اختار اوتو سكريبت، يخليه يختار طبعا ويندوز ارابيك ويندوز، علشان طبعا الكل محتاجينه في ال عشان طبعا ما يجيلكش مشاكل في الباك جراوند بتاعها. حاول طبعا نغير الباك جراوند بتاعها باك جراوند جنرال، انا عايز اخلي الباك جراوند بتاعها لونه ابيض بقدر المستطاع، بس كده. طبعا ايه، اسيب المشروع بتاعي ده احطه في اي حتة، مثلا عندي طبعا عندي فولدر اسمه مينيو، مينيو اهو، وطبعا كده ايه تعتبر خلصناه. 1 2 3 4 5 كده مظبوط. طبعا ايه الفولدر، هنروح عند الفولدر بتاع المينيو، اعمل فولدر جواه كده سمي اي اسم مثلا، واعمل جواه ملف HTML عشان يجي جواه السكريبت صحيح HTML، بس كده. واروح طبعا ايه اقول مثلا فايل بابليش، او اختار المنيو فايل اسمه المنيو اهو، واختار الفايل ده واقول انسبت كود كده خلاص. دلوقتي هنفتح الدريم ويفر، بعدين دريم ويفر اهو، هنعمل تصميم الموقع بتاعنا مجرد كتصميم كده مبدئي، عشان ناخد اسمه ده منه، ناخد منه ملف الكود HTML ونحطه في فيجوال ستوديو، وبعدين نبدأ نعمل برمجة الموقع. الدريم ويفر عندنا بيفتح اهو، اختار عند الفايل مثلا، اختار اقول له ايه نيو، طبعا في رسالة كده رخمة جيلي كانت عايز الابديت. اروح عند فايل اختار نيو، وبعدين اختار اي تمبلت مثلا فيها فوتر وهيدر. طبعا في التمبلت اللي فيها فوتر وهيدر ده عند الرغي ده كله مش محتاجه، عندي كلمة اسمها فوتر مش محتاجها، عندي طبعا الصورة المحطوطة هنا عايز خليها خليها، عايز تشيلها شيلها، احنا هنشيلها مش محتاجينها. هنا مش عارف اكبر خط بصراحة، بس حاول اقراها لكم. محتاجين طبعا في الهيدر هنا ازود طوله مثلا، اقول مثلا ويت الهايت، اسف الهايت مثلا خليها مثلا 250 بيكسل. عندي في الفوتر، عندي طبعا في الفوتر نفس الحكاية، ده الهيدر، الفوتر تبقى اقل شوية بس عادي، لما نخش فيجوال ستوديو نبقى ايه نبقى نغيرها. وعايز طبعا ندوس على كنترول اس عشان يسيب. طيب قلت له ماشي شغال، سايبها هنا. عايز نعمل واحدة زيها كده برضو بتاعت المنيو، هسميها مثلا المنيو نفس الحكاية دي، هتكون مثلا خليها مثلا 50 بس. انزل عند الديف بتاعتي في البادي، هلاقي عند الهيدر وفي طبعا ديف واخده كونتنت كلاس اسمها كونتنت، هنحذفها طبعا دي مش عايزينها، مش محتاجين الرغي ده كله هنا. احنا عندنا ايه ديفايه واحده صح، ممكن تكتب فيها اي حاجه، وعندنا طبعا ايه هنعمل ديفايه تانية برضه نفس الحكايه، عشان طبعا الواحده بتاعت المنيو اكتب على كده، ودي طبعا بتاعت ال ديتيلز هي بتاعت الفيديو نيوز يعني. اروح عند بتاعت المينو دي، محتاج اتاريت جدول، تمام الجدول ده فيه حقل واحد بس عشان اقدر احط فيه الداتا وتيجي من سنترة. اروح عند انسرت اختار تيبل، طبعا فيها فيلد واحد بس، كولوم واحد، البكسل بتاع خليها عن طريق اسمها بيرسون بيكسل مش بيكسل عشان تعتبر، او خليها بيكسل عادي، وهي موقعها عبارة عن طب محددش انا العرض بتاعها على فكرة. ممكن ارجع عنده تاني اي انسيرت تيبل، العرض بتاعها مثلا 200 اي حاجة، خليها مثلا
100 نفس الحكاية بتظبطها. هنا طبعا ايه تكتب اي حاجة تطلع لك، يعني هنا ايه اكتب لك مثلا الميديا. هنا برضو محتاج اعمل جدول اخر، خلي بالك هنا محتاج احط اي لون عشان اعرف ان هي دي المنيو، وهنلغي طبعا الالوان دي في الاخر. هنا محتاج طبعا اعمل جدول تاني، انسيرت تيبل جوه الديفاي دي، انسيرت تيبل خليها ادي عمود، خليها 2 عمود. العمود الاولاني كده هنحط فيه الاخبار، والتاني بتاعت الفيديوهات فيها رو واحده اهي، يعني هنحط الاخبار وهنا يتحط ايه المينو بتاعي عشان اشوف الدنيا عندي هنا شغاله تمام ولا لا. طبعا دي اعملها اي لون مش فارقه معايا. اروح عند فايل واروح عند كونفير، سوري اروح عند فايل واروح براوزر فايركس. لو الدنيا عندي هنا تمام اقدر خلاص كده ال HTML ده اقدر احطه في الفيجوال ستوديو. دلوقتي محتاج افتح الفيجوال ستوديو بتاعي 2010 وانسخ الكود ال HTML في التصميم بتاعي. طبعا عارفين ال ASP.NET عبارة عن صفحة مكونة صفحة HTML زي الاندرويد عبارة عن ايه، صفحة من طبقتين، طبقة HTML اللي هي كود ديزاين، والطبقة بتاعت الكود بتكتبها بلغة برمجة سي شارب او اس بي دوت نت او فيجوال بيزك دوت نت، والاثنين بيعملوا بعضهم اكسس تلقائيا. ما عندناش حاجة اسمها ار دوت لاي اوت زي في اندرويد. المهم اروح عند اندرويد نيو، اختار ويب سايت احطها مثلا على ديسك توب، هسميها نيوز ويب سايت ألفين وخمستاشر. اختار اسم دوت نت ويب سايت الفريم ورك 4 وادوس على اوكي. طبعا هيجي لنا فولدرات يعني كلها ما نبصش عليها، دي مش من ضمن المشروع بتاعنا، يعني انت ممكن تدلتهم عادي. المهم عشان ابدا ادخل الداتا بتاعتي، اول حاجه محتاج عندي حاجه اسمها كونت ماب. على فكره السايت ماب ده السايت ماب ده السايت ماب ده عباره عن ايه، انت بتعمل تمبلت تطبق على صفحات اخرى، يعني هنا في صفحه اخرى اهي واخد متورثه الديزاين منها، وعندك الروت اهي متورثه من الديزاين منها من السايت ماب. يعني تقدر تكريتها ازاي بقى، بتعمل كليك يمين اد مثلا سايت ماب. بس انا نعدل في السايت ماب الموجوده عندنا في الاول، هنكبر الخط عشان نشوف احنا بنعمل كوبي بيست ايه بالظبط. نروح عند دريم ويفر، ننسخ محتاجين ننسخ طبعا ايه ده الستايل الموجودة في القلب الهيدر، ننسخ الستايل كله اهو، محتاجين نحطه هنا كده. محتاج برضو اخد الكود بتاع الكونتنت عشان موجود هنا اهو، هنرجعه تاني بس ده يعتبر مهم جدا يعني خلي بالكم. خلينا نحطه هنا اهو. اروح بقى انسخ البادي، محتاج انسخ البادي واروح احطه هنا ايه في البادي، يعني اشيل البادي ده واحط البادي هنا الفات عشان يبقى ايه كلهم زي بعض، كلهم ايه تحت كده. نبص عليه كده، هو ده طبعا الديزاين اللي احنا عملناه في الدوم ويف. محتاج طبعا ارجع تاني دي، ده الكونتنت اللي تعتبر المكان اللي كتبت فيه من كده الصفحات الاخرى، هنحطها هنا اول واحده هنا في المربع الاولاني في الجدول بتاعي. زي مثلا خلينا ايه نعلم عليها كده اهو، مش محتاجين الزيادة دي اهو، بنسيب احنا كده الموضوع بتاعنا. تعال بقى نشوف الصفحة الأولانية لو ده شغالة أو شغالة كده تمام. امسح بقى الداتا الموجودة قبل كده مش محتاجينها بصراحة. يعني لازم طبعا لما تيجي تشغل اسم دوت نت اول مره بتدوس على الرن
عشان بيجيلك الرسالة دي، دي معمولة كده بيت كان نوت راند باجنج بيكوز ذا باجنج از انيبل ان ويب كونفيج. عايز طبعا تعمل ديبج من خلال ويب كونفيج، فمحتاج يقول لك يو وود يو لايك تو دو، قول له اه عايز اعمل ده. عشان ده يعمل ديبج من خلال ويب كونفيج تعتبر دي بس اول مرة تعملها، ومش كل مرة بتعملها مرة، مش كل مرة تعملها تاني. آه طيب جميل أوي كده. الخطوة الأخيرة دلوقتي حالا قبل ما ننهي الفيديو، أنا محتاج أنا نمسح الحاجات دي مش عايزينها. آخر حاجة إحنا محتاجينها دلوقتي حالا نبدأ ننسخ الكود بتاع المنيو. عاملين طبعا كل بتاع المنيو، محتاجين تاخد كل الصور تاخدها كوبي تحطها في المشروع بتاعك كده. محتاج مش هي دي الصور، هي دي آسف، محتاج اخد الكوبي الصور دي واحطها في المشروع بتاعك هنا. ماشي ابليس مفيش مشكلة. ومحتاج اخد افتح الفايل اتش تي ام ال اللي احنا عملناه على من خلال النوت باد واخد السكريبت اهو، وابدا احطه ايه في السايت ماب في عند كلمة اسمها المنيو دي، بدل من كلمة اسمها المنيو. طبعا شوف احنا كتبناها فين اهو، ما بين في القلب بتاعت المنيو. لازم تجرب وتشوف الدنيا عندك كان عاملة ازاي. اخبار الفن الرياضة، خلي بالك بقى من هي اصلا مجتش في النص، يعني عشان نجيبها في النص محتاج طبعا تعمل قول سيلكت للتيبل واللاين بتاعك خليها لك ايه في النص برضو ايه تي اتش دي، قول اللاين بتاعك مثلا خليها ايه في السنتر. لازم طبعا المنيو بتاعتك تحط تكون في السنتر، متظبطتش بس مش مشكلة عادي، انت محتاج تعمل لها ايه حاجة زي تكون امبيلد. محتاج اقول كليك يمين سيلكت سيل او سيلكت رو كمان برضو سيلكت يمين سيلكت رو برضو ايه الالاين بتاعتها ايه تكون في النص، او الجدول كمان تكليك يمين سيلكت تيبل وتخلي الالاين بتاعتها ايه في النص. طب مش مشكلة دلوقتي حالا الحاجات دي. تعال بقى الهيدر بتاعي، ما عندنا طبعا الفوتر والهيدر في المشروع اللي اسمه ويب تولز، سوري مش ده ويب تولز، ويب تولز عندنا فوتر وهيدر احطه طبعا في المشروع بتاعنا. طبعا انا اخترت اعملها هنا بيست الفوتر وهيدر بتاعي، اروح عن طبعا عن التاج بتاع الهيدر اللي هو ده، وابدا ايه خلينا نعلم عليه، او ممكن اخش اعلم عليه من جوه الديزاين بتاعي اهو التاج بتاع الهيدر شايفين. اعمل عليك كليك مين واروح بروبرتيز، اروح عند ستايل واغير الباك جراوند بتاعه للهيدر اللي احنا حطيناه. هو عندنا هيدر اهو، طبعا لو مطلعتش مظبوطة معاك ممكن تجرب مرة تانية. انا اهي هعمل كليك يمين فيو براوزر، لازم تشوف الديزاين عندك تمام. طبعا محتاج الفوتر برضو كذلك الامر، اروح اختار ديف بتاع الفوتر في اي بي مش عايزينها، اروح عند الستايل برضو باك جراوند واختار ايه بتاعت الفوتر، سيب على كده. محتاج بقى ايه اخر حاجة اروح عند المنيو، طبعا محتاج برضو افتح الفايل بتاع الاتش تي ام ال ده، سوري كليك يمين اوبن ويز نوت باد اهو حطه فين، واحنا عملناه ولا ايه؟ تقريبا احنا عملناه على ما اعتقد، واحنا عملناه هنا فعلا صح. بس كده هنا بقى تبدأ تدرس الاخبار بتاعتك، وهنا بقى ايه الفيديوهات وهنا. يبقى كده احنا انهينا هذه الحلقة الاولى، واحنا طبعا كنا بنعمل بس اعداد
للشغل بتاعنا، مش محتاجين طبعا دريم ويفر نرجع له مرة تانية. خلاص كل ما تكريت صفحة متفرعة منها هتبقى انهيرنس طبعا، ايه هتكون متورثة طبعا القالب ده. زي مثلا ايه محتاجين نعمل كام صفحات، 1 2 3 4 5. خد بالك في صفحات اليوزر انترفيس اللي انا بقولك عليها دي، وفي طبعا صفحات الكنترول بانل، ودي نبدأ ان شاء الله نقول الحلقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.